لا تزال أخبار القصف العدواني واستهداف المستشفيات والمدارس وردود الفعل أيضا الدولية تسيطر على الصحف العالمية اللي تناولت بالتحليل ما قامت به إسرائيل من قصف لثلاث مدارس تابعة للأونروا في غزة في يوم واحد، وما شهده أيضا مجمع الشفاء الطبي من اقتحام بحجة وجود أنفاق للمقاومة. خلينا نقرأ مع حضراتكم ردود الفعل على هذه الجرائم في الصحف الدولية مع الأستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك. طيب خلينا نبدأ سريعا مع مجلة لوبون الفرنسية اللي نشرت ملف كامل عن تداعيات حرب إسرائيل وحماس على مستقبل خريطة العالم للقوى الدولية. يعني نتحدث مع حضرتك عن المشهد الحالي والتأثير الاقتصادي للحرب في غزة. يعني في الواقع الملف اللي نشرته مجلة لوا الفرنسية وساعة الانتشار انقسم لقسمين، القسم الأول وهو يتلخص في الدول وتغير الخريطة حرفيا منذ يوم 7 من اكتوبر الماضي والخريطه الدوليه اللي بتتحدث ان في دول كثيره وابرزها الدول الناميه ودول امريكا الجنوبيه المناهضه للموضوع الخاص ب الدعم الغير مشروط واللا محدود من الولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل في حربها على قطاع غزة الفلسطيني، والجزء الآخر هو التداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي. في الحقيقة إن في تحذيرات كثيرة جدا خلال الفترة الماضية كانت من مؤسسات دولية وكان أبرزها البنك الدولي اللي حذر من التصاعد الحرب وقال انه قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي اللي بيعاني بالفعل وفي أسوأ اوضاعه، واشار ان في تحديدا لاثار مباشره على الصراع الاساسيه خصوصا زي النفط والاغذيه، وكمان في حصل رسم لثلاث سيناريوهات متوقعه وفق تطور الاحداث اللي تتسارع الحقيقه خلال الفتره الماضيه. كمان الخبراء سواء في البنك الدولي او في المؤسسات الاقتصاديه الدوليه اكدوا ان الحرب على قطاع غزه بتاتي في وضع بتضغط فيه الازمه الروسيه الاوكرانيه على الاسواق، وكمان في صدمه غير مسبوقه حدثت على الاسواق العالميه خصوصا اسواق السلع الاساسيه، ودي الاكبر يعني على حسب تقديرات الخبراء من منذ سبعينيات القرن الماضي. طيب. كمان في تداعيات تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي لا تزال قائمه حتى اليوم، وده من ضمن التداعيات من يوم 7 اكتوبر الماضي. ده مش بس من خلال البنك الدولي، لا كمان ان في دول يعني بتاثرت بشكل كبير جدا، وفي خطط واستراتيجيات وضعت لسيناريوهات لهذه التداعيات الاقتصاديه. على سبيل المثال الجارديان ذكرت منذ ثلاثه ايام تقريبا ان في عام 2023 كان الاقتصاد الخاص بالمملكه المتحده كان في تصاعد، ولكن هذه الحرب ستتسبب في ان يصل اقتصاد المملكه لطريق مسدود. طبعا كلنا عارفين الدعم بتقدمه عظيم طبعا، خسائر اقتصاديه اسرائيليه وللدول التي تدعمها ايضا، لكن في نفس الوقت وزي ما بنتابع دلوقتي على الهواء مباشره من غزه ما زال القصف مستمر، نسمع اصوات القصف وتصاعد اعمده الدخان نتيجه هذا القصف الممنهج والقوي جدا زي ما بنتابع دلوقتي، وسامعين صوت كمان القصف على الهواء مباشره. وفي ظل تناول الصحف لو رحنا مثلا للتايمز هنلاقي في تقرير من خان يونس بعنوان سكان غزه في بحث يائس عن الطعام، الحين هو عنوان صادم جدا، يعني يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك حتى خصوصا مع هذا العنوان يبحثون عن الطعام في هذا العام في 2023. خبر بصراحة قوي جدا، إزاي حضرتك شايف هذا الخبر؟
لا والله، هو العنوان هو مش صدمه، الاكثر صدمه هو هي تفاصيل هذا العنوان، تفاصيل ان التايمز يعني في ظل تقريرها المطول في خان يونس عن يعني كان في اكثر من مواطن فلسطيني بيبحث عن الغذاء لاولاده، لدرجه ان كان من ضمن الحالات اللي كان عليها التقرير واللي كانت على الارض ان هو كان في اموال كتير مع طب من ضمن الحالات، وانه للاسف لا يجد اي لا مخبز او حتى شراء قاروره مياه، نظرا لان القصف استهدف المخابز في خان يونس بالطبع في قطاع غزة بشكل عام، بالإضافة إلى أن كان في يعني نقص كبير جدا للبن الأطفال، ورحلة طويلة جدا كان عاشتها أو عاشها مراسل التايمز مع هذه الحالات، وأن لا يوجد بالفعل أي أغذية بالنسبة للأطفال أو حتى لكبار السن والأدوية. هذه النقطة. النقطة الثانية، ركز التقرير الخاص بالتايمز عن تأثير القصف الإسرائيلي الممنهج والكثيف أو المكثف على قطاع غزة وخان يونس بالتحديد في وصول المساعدات إلى الأهالي، وبالإضافة إلى أن هناك بعض يعني الحالات الصعبة التي لا يمكن وصفها بكل طبع، والصور الصعبة التي كانت منشورة في هذا التقرير عن أن يعني تقريبا لا يوجد أي مياه، حتى قصة المياه كانت قصة من ضمن التقرير مؤثرة جدا ويعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني الوضع مأساوي، ليس مجرد في عنوان نختزل ولكن في تفاصيل أصعب بكثير. أستاذ محمد، الحقيقة زي يعني في ظل ما ذكرته حضرتك وزي ما بنتابع مع السادة المشاهدين، مواطنون غزة يعني تحت القصف المتواصل الحقيقة، وحتى اقتحام المستشفيات، وحتى بعد اقتحام مجمع الشفاء مرتين أيضا منذ قليل، يعني كيان إسرائيلي كان بيقصف أيضا مستشفى الإندونيسي، مواطنون مش بس بيواجهوا هذا القصف الغاشم وهذا التصعيد الغاشم، لكن حتى بيواجهوا حتى صعوبة الجو من برد وأمطار زي ما بنتابع مع حضراتكم على الشاشة. وفي ظل كل هذه الظروف يا فندم، الحقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية دعم لا محدود للكيان الإسرائيلي، ولو هنتكلم تحديدا عن هذا الدعم فواشنطن بوست تحدثت عن قصة امرأة قضت حوالي 19 ساعة تحت الأنقاض. عايزة أعرف من حضرتك كيف يرى أو كيف ترى الصحافة الغربية هذه المشاهد، قصة هذه السيدة وبناية تحولت تلو الأخرى في غزة لأنقاض، حتى المواطنين اللي بيبقوا تحت هذه الأنقاض من غير ما بيكون حتى في أي وسيلة لإخراجهم، ومش بس كده أيضا يعني كان في حديث عن أنه فكرة أنه الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الكيان الإسرائيلي بسيارات إسعاف. بسيارات إسعاف مدرعة لترافق جنود الاحتلال في يعني على الغزو الجزئي بريا لقطاع غزه. الحديث عن المستشفيات والقصف الكثيف على هذه المستشفيات، يعني نستطيع يعني في اخر احصائيه لوزاره الصحه الفلسطينيه ان من 36 مستشفى داخل قطاع غزه يعمل حاليا 9 مستشفيات جزئيا فقط، ومن ضمنهم يعني امس دخلت بعض المستشفيات خلاص، يعني لا يوجد لها اي تاثير في المنظومه الطبيه في قطاع غزه الفلسطيني. بالطبع ازمه الوقود كانت مستمره حتى دخول شحنات من الوقود الى من عبر معبر رفح البري الى قطاع غزه منذ امس الاول، ولكن دعنا نتحدث عن ظروف قاسية يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما وأن المدارس أيضا التابعة للأنروا تستهدف، الأماكن التي
قد تكون آمنة على حسب توصيف الاحتلال الإسرائيلي تستهدف، التي يعني النازحين من شمال القطاع إلى وسط القطاع وجنوبه يأتون بها ويعني يحتمون بها، ولكن يتم قصفهم أيضا. الشعوب الغربية لديها ضمائر لا توجد عند الحكومات الغربية أو الحكومات العالم، يعني ضمائر العالم لم تستيقظ بعد، ولكن الشعوب خرجت في تظاهرات. ده واضح بكل تأكيد من خلال كل هذه التظاهرات التي نتابعها خلال الأيام الماضية في العواصم الأوروبية. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية.